واحنا بنتكلم عن استرداد ارض طابه وبنتكلم عن المشروعات الكبيره اللي بتتم في ارض طابه، ما ينفعش ابدا ان احنا نغفل او ننسى اهل طابه، اهالينا في طابه، قبائل طابه. الحقيقه واحنا بنتكلم على كمان هذه الجهود، يعني يمكن اهل جنوب سيناء لفتره طويله كان بيواجههم تحديات، كانوا بيعانوا بالرغم من ان كان ليهم ايد كبيره جدا وكان ليهم دور كبير جدا وتضحيات قدموها وجهود كبيره جدا على مر السنين، ان كان لاسترداد الارض او حتى في هذه التنميه اللي بتشهدها جنوب سيناء. اسمحوا لي اني ارحب دلوقتي بضيوفي الشيخ سلامه مسمح شيخ قبيله الاحيوات، ايضا الاستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر، وكل سنه وانتم طيبين. صباح الخير عليك يا فندم، وصباح الخير على الشعب المصري كله، وبنهنى القيادة السياسية وبنهنى الشعب المصري بعيد تحرير طابة، تحرير آخر بقعة في سيناء لما كانت محتلة. طيب هبدأ مع حضرتك يا شيخ سلامة، يمكن كمان جدك شيخ مسمح كان ليه دور وصاحب كلمة السر في استرداد طابة، أيضا كمان تسليمها للجنة التحكيم الدولية حتى انتهاء المفاوضات. خلينا في البداية كده تحكي لنا يعني نبذة عن جد حضرتك الشيخ مسمح. والله هو يعني أبناء سيناء كلهم يعني ضحوا لأجل أنهم يساعدوا في استرداد كل شبر من سيناء، ويعني اهالينا في سيناء ما سابوش يعني فرصه لانهم يسيبوا حاجه يسيبوها، وساعدوا على قد ما قدروا لما ربنا نجحنا ان احنا نعيد طابة. انا جدي الشيخ مسمح كان معاه السك العثماني لملكيه شجر الدوم اللي هو موجود عندنا هنا في طابة، وشجر الدوم ده من الاشجار المعمره وموجود في كتب كتير وفي كتب تاريخ، والسك العثماني ده كان جزء من ملكية الشجر الدوم دوت، يعني هو ده ملكية شجر الدوم، شجر الدوم يعني مزروع في طابة يعني من ملكية طابة. الاحتلال الإسرائيلي حاول كتير معاه انه يشتري شجر الدوم، انه ياخد السك العثماني دوت، السك العثماني دي ملكية للأشجار من أيام الدولة العثمانية. حاولوا كتير معاه بكل الطرق، طبعا الاحتلال هنا ناس كتير، كل البدو اللي كان متعاونين مع المخابرات المصرية والجيش المصري، كل دول الناس يعني تعذبوا بكل طرق التعذيب، فهم مارسوا كل طرق التعذيب علشان ياخدوا السك العثماني، ولكن هو رفضوا قال لهم انا مش معايا السك العثماني. كمان الشيخ مسمح كان شاهد على علامة 91 لما الاحتلال كان في صخره كبيره على العلامه 91 على نهايه الحدود هنا، الصخره دي كان فاصل بين فلسطين وبين مصر، هم شالوها واخفوها تحت في مكان المنفذ دلوقتي. كان هو شاهد على ان العلامه دي كان موجوده في النقطه ديت، ان الميه اللي فوق الجبل دي يمين شمال الميه لفلسطين، ويمين الميه اللي ميه السيل بتنزل على الجبل لمصر، وكان هو دل لجنة التحكيم على العلامة 91 اللي هي مدفونة هم ناقلينها من مكانها. طيب خلينا ننتقل لأستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء. الحقيقة يمكن حضرتك مثال ونموذج لتمكين الشباب في هذه واحنا بنتكلم هذه الفترة، يعني احنا ما كناش متعودين على ده، ما كانش شيء مألوف بالنسبة لنا ان احنا نشوف شاب في سن حضرتك في هذا المنصب. كلمنا عن فكرة تمكين الشباب أكتر، وفكرة أنه الشباب دلوقتي بقوا بيتولوا مناصب يمكن مهمة في جهات كمان خلينا نقول تنفيذية، جهات مهمة تقدر تقوم بدور يخدم المواطنين بشكل مباشر. بالضبط أستاذة جمانة، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل أهالينا طبعا في محافظة جنوب سيناء، وكل سنة هم طيبين بمناسبة استرداد طابة العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء 34. لو تكلمنا عن تمكين الشباب يعني في الفترة الأخيرة، طبعا حضرتك يعني احنا شايفين الشباب طبعا بيتقلد مناصب رفيعة يعني في كافة يعني المؤسسات الموجودة في الدولة، سواء في الوزارات أو المحافظات أو المؤسسات بكافة أشكالها. طبعا ده يعني ده الفكر الجديد طبعا لسيادة الرئيس، القيادة السياسية بتحرص يعني كل الحرص أنها فعلا تمكن الشباب، تستقل طاقات الشباب
فعلا يعني القيادة السياسية بترى فعلا أن الشباب لديهم طاقة لابد أن تستقل، وهي تجربة. ويعني أنا من وجهة نظر الخاصة يعني فعلا هي بدأت في طور النجاح، وأنا شايف نماذج من الزملاء الأعزاء يعني في المحافظات الأخرى في الوزارات طبعا بيقوموا بمجهودات جبارة في سبيل طبعا رفعة المؤسسة اللي هم شغالين فيها. ولو تكلمت حضرتك على مستوى محافظة جنوب سيناء، يعني احنا بتوجيهات طبعا من القيادة السياسية وبفضل يعني حرص اللواء خالد فودة يعني بضرورة التواصل المستمر مع الشباب والاستماع للشباب يعني لأفكارهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع وإدماجهم في عملية التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء، بناخد أفكار الشباب طبعا وبنوصلها للمديريات أو للمحافظة بشكل خاص، وبيتم بلورة هذه الأفكار لترى النور لاحقا. طيب هرجع مرة تانية للشيخ سلامة. شيخ سلامة، يمكن حضرتك توليت كمان مشيخة القبيلة في سن صغير، ويمكن مش كتير مننا عارف ازاي ده بيحصل، ويمكن كمان مش متخيلين المسؤوليات اللي بتقع على عاتق شيوخ القبائل بشكل عام. والله أقول لحضرتك يعني هو انتوا عارفين ان الشباب لازم يتمكن، وده بدعم القيادة السياسية ان احنا نمكن الشباب، ودي طبعا فرصة الشباب ان هو يثبت ان هو فعلا انه قادر يدير الامور. هي فكرة ان الشيخ قبيلة سنه صغير هي بتبقى موضوع وراثة، يعني لو النهاردة حضرتك يعني لو انا طالما انا جدي شيخ قبيلة، فطالما اهل يعني القبيلة موافقين ان انا ابقى اتولى مكانه قيادة القبيلة، بيبقى الموضوع بيمشي. وده ليه ظروف كتير معينة، ليه ظروف حسب هو شيخ القبيلة اللي كان موجود، هو في توافق عليه ولا مفيش توافق عليه، كمان اللي هيبقى يحل محله بالتبعية هو شخص مؤهل ولا مش مؤهل. والحقيقة دايما الناس عندنا بتختار الصالح وتقول له توكل على الله. مسؤوليات شيخ القبيلة بتتلخص في ايه يا شيخ سلام؟ والله هي مسؤوليات شيخ القبيلة، هو شيخ القبيلة عبارة عن همزة وصل ما بين المجتمع البدوي وما بين كل أجهزة الدولة. شيخ القبيلة هو همزة وصل ما بين كل المشكلات اللي بتحصل في المجتمع البدوي، هو مش لازم يحلها، بس في أوضاع عرفيين وفي مشايخ لكل ربع أو كل قبيلة فيها مشايخها، يعني كل يعني هو شيخ القبيلة ما بقاش يتولى كل الأرباع دي، كل ربع ليه شيخ، وفي الآخر كل شيخ من الأربع دوت هو بيحل مشكلة ربعه أو قبيلته، لأن القبيلة كلها ملهاش شيخ. يعني زي ما بيقولوا كده إيه، عندنا قبيلة متقسمة كل ربع ليه شيخ، وفي الآخر في توافق على حد معين إن هو بيبقى يدير شؤون المشكلات أو التواصل مع الدولة. الحقيقة إحنا كشباب لما مسكين حاجة زي كده بيبقى دورنا أكتر ما هو قبلي، هو دور تمثيل ما بين المجتمع البدوي وما بين الجهات الدولة لتوصيل طلباتهم وتوصيل مشاكلهم. وإحنا كمان عندنا الحمد لله ما الست اللي هو خالد بيساعدنا كتير، إن إحنا بيجي الناس دي بيروح لها لحد الوديان، وده بيسهل علينا إحنا كمشايخ طلباتهم ومشاكلهم. لا هو بياخدوها يعني هو بياخدها منهم مباشر طبعا، بتكونوا متفاهمين بشكل اكبر كمان واعمق احتياجات ومشاكل اللي بتكون موجوده في زي ما حضرتك اتكلمت في المحيط الخاص بيكم، فبتكونوا اكثر تفاهما، فبتقدروا ان انتوا كمان تنقلوها بشكل افضل. بنقدر ننقل الصوره بالظبط اللي موجوده على الواقع، لان المواطن برضو دايما طلباته اكتر من الامكانيات اللي موجوده، فدايما احنا بنحاول نقلص الحاجه اللي فيها مشكلات او الحاجه اللي هي تقدر تتوفر له بسرعة وفيها مشكلة، هي اللي دايما بنعرضها. صحيح. ويمكن كمان فكرة تانية حضرتك يعني تطرقت ليها، أحيانا كمان يمكن كنا بنقابل أنه بيبقى فيه بالفعل مساعدات بتصل المحافظات الحدودية، لكن ما كانتش بتقابل احتياجات المواطن في هذه المناطق وفي هذه المحافظات بشكل عام، وده اللي اتغير مؤخرا طبعا. طيب هرجع مرة تانية لأستاذ جبريل. أستاذ جبريل، واحنا بنتكلم عن فكرة شيوخ القبائل وهمزة الوصل بينهم وبين القبائل أو أهل جنوب سيناء والجهات التنفيذية أو بينهم وبين الدولة بشكل عام، عايز أعرف منك أطر التنسيق والتعاون ما بين الجهات التنفيذية أو الدولة وهذه القبائل بتكون إزاي وإيه اللي بيحصل؟
في البداية طبعا احنا بنكن لكافة شيوخنا الكرام طبعا في محافظة جنوب سيناء الود والاحترام المتبادل طبعا ما بين أهالينا طبعا بدو جنوب سيناء وطبعا الجهات التنفيذية الموجودة على أرض المحافظة. طبعا الجهات التنفيذية طبعا بتحرص يعني كل الحرص أنها تشارك طبعا شيوخنا الكرام في كافة الفعاليات اللي بتحصل، وبيتم تمثيل شيوخنا طبعا في كافة الفعاليات اللي بتحصل خارج المحافظة أيضا، نظرا لدور القبائل طبعا يعني من زمن بعيد وحتى في الوقت الحاضر لما يقوموا به يعني من دور فعال فعلا في الآونة الحالية والماضية، وإحنا يعني في سبيل طبعا تصعيد شيوخ من يعني من الشباب، يعني على سبيل المثال للحصر الشيخ سلامة مسمع طبعا من الشباب، ذا سبيل فعلا ذا مثال حي فعلا وعملي، يعني فعلا يعني القوة في الشباب. وبالتالي احنا في الفترة القادمة ان شاء الله بنشجع طبعا الجهات التنفيذية انها فعلا تختار شيوخ من فئة الشباب، لما للشباب من قوة جبارة فعلا في يعني تنفيذ كافة المهام المطلوبة منهم، يعني سواء على المستوى المحلي او المستوى الوطني. طبعا انا بشكر فعلا الجهات التنفيذية انها على تواصل مستمر طبعا مع شيوخنا في محافظة جنوب سيناء، بتسمع لهم بتسمع لآرائهم. يعني على المستوى الشخصي أنا بلاحظ سيادة اللواء خالد فودة يعني بيسأل طبعا عن شيوخنا باستمرار، ويعني بيكون حريص فعلا بدعوتهم لكافة الفعاليات اللي بتتم على أرض المحافظة. طبعا أنا بشكره بصفتي من أهالي محافظة جنوب سيناء، طبعا هو يعني بينتظر المزيد والمزيد سواء من الشباب أو من الشيوخ على أرض المحافظة. يعني لازم يكون لنا دور في التنمية في المستقبل القريب إن شاء الله، وإحنا شركاء في التنمية يعني على أرض محافظة جنوب سيناء، فبشكر كل حد شريك يعني في التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء. كل تأكيد. شيخ سلامة، لو حبيت أسأل ايه التحديات اللي كان بتواجه اهل جنوب سيناء بشكل عام؟ اعتقد ان حضرتك هتكون يعني الشخص الامثل اللي جاب على هذا السؤال. ايه التحديات اللي كانت بتواجهكم لو هنتكلم قبل 9 سنين من دلوقتي؟ شكل التحديات هل اختلف ما اختلفش؟ هل تم التعامل معه وظهرت تحديات جديده؟ اشرح لنا الوضع كان شكله ازاي ودلوقتي في فرق ولا ما فيش، ولو في ايه اللي حصل؟ اولا عايز اقول لحضرتك احنا تقريبا السنه اللي فاتت واللي قبليها في ال9 سنين او ال7 سنين اللي عدوا دول، احنا كل يوم 19 مارس بنقعد نفس القعده دي. الحقيقه دايما كنا نتكلم عن محاربه الارهاب والارهاب في سيناء، وان احنا الوضع صعب في سيناء. الحمد لله الحمد لله النهارده بمجهود قواتنا المسلحه ومجهود الشرطه ومجهود ابناء القبائل وبمجهود الدوله الكبير اللي قدرنا نحقق ان سيناء تبقى نقدر نقول انها خاليه من الارهاب، زي ما سياده الرئيس قال هنعلنها انها خاليه من الارهاب. وكمان الدعم اللي جاي لسينا، الانفتاح والتنميه اللي هتحصل في سينا، طبعا حتى على قد ما كان في ارهاب كان في برضه تنميه في سينا، بس طبعا ده كان جزء كبير منه بيعوق حركه التنميه. انا عايز اقول لحضرتك احنا قبل كده قبل ال9 سنين اللي فاتوا دول احنا كنا بنعاني هنا من كل حاجه، احنا بنعاني من الطرق، احنا بنعاني من الصحه، احنا بنعاني من التعليم، احنا بنعاني من الميه، احنا بنعاني من كل الخدمات اللي هو الانسان ممكن ابسط حاجه يعيشها في الخدمات. انما الحمد لله احنا دلوقتي في ال7 سنين اللي اتحقق دوت احنا ما ننكرش مجهود الدوله وما ننكرش الدعم الكبير من القياده السياسيه سواء لشمال سيناء او لوسط سيناء او لجنوب سيناء. الحقيقه يعني لو احنا ما نقدرش ننكر المجهود دوت، وانكاره ده يعني بيبقى ده دليل ان احنا ناس مش وطنيين. بس عايز اقول لحضرتك احنا انا عندي مثلا في طابه دلوقتي كان عندي مستشفى في طابه فيها كم سرير ما يجوش 5 6 اسر وما عنديش دكاتره. انا عندي في طابه دلوقتي 3 مستشفيات، انا عندي قريه بدويه، انا عندي تعليم اساسي، عندي 3 مدارس تعليم اساسي واعدادي وثانوي. الطرق ما بين النفق وما بين طابه انا يعني مش هقول لحضرتك ساعتين احنا كنا بنعاني في المسافه ديت. وصول الخدمات طبعا ده مش معناه ان احنا اكتفينا، لا احنا هنطلب لا طبعا من طبعا الدولة في الخير دايما القيادة اكيد السياسية ان احنا نكون كمان يعني احنا منتظرين الافضل ان شاء الله، واحنا املنا كبير ان فعلا يجي لنا الافضل. احنا عندنا كمان قريه النقب اتضمت لمحافظه جنوب سيناء لسه سياده المحافظ، كنا فيها الاسبوع اللي فات دوت
وبفضل ربنا الحمد لله وفضل دعم القيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء بيتعمل فيها قرية 120 بيت. شوف حقيقة القرية دي من سنة 86 معمول فيها 30 بيت، احنا النهاردة بيتعمل فيها 120 بيت بخدماتهم، بمدارس، بمستشفيات، بكل الخدمات اللوجستية اللي حواليهم. يعني فده معناه، ده الدليل على المعنى ان احنا من 86 لغاية حضرتك 2017 عندنا قرية فيها 30 بيت والمواطنين اللي فيها اكتر من 350 مواطن. احنا النهاردة بيتعمل فيها دلوقتي واحنا قاعدين بيتعمل فيها 120 بيت بدوي زائد الخدمات زائد الاستكمالات اللي هتحصل فيها. فالحقيقة لا، في طفرة في الخدمات ما ننكرهاش. يعني الحقيقة أنا سعيدة بوجود حضرتك وسعيدة بشهادة حضرتك معانا، لأنه شهد شاهد من أهلها. إحنا بنشهد شهادة حق، مش بنشهد شهادة يا باطل ولا شهادة. سعيدة جدا بوجودكم معايا الحقيقة، سعيدة أن أنا معايا الشيخ سلامة مسبح، شيخ قبيلة الأحيوات وممثل لقبائل سيناء بشكل عام، وأيضا الأستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، وهو يعني هو يعتبر الممثل الدولة أو ممثل الجهات التنفيذية بالنسبة لينا. ويمكن هذا اللقاء يمثل كمان أطر التنسيق وطرق التنسيق والتعاون بين القبائل والجهات التنفيذية في الدولة. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، نورتونا. في صباح الخير يا مصر، كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحضرتك. طيبة. شكرا يا فندم. شكرا لك.